بعد حملة المتابعة التي نظمها جهاز الحرس البلدي في تراغن على عدد من المحلات وأسفرت عن عدد من الضبطيات للمواد المنتهية الصلاحية أو سيئة التخزين وغير صالحة للاستهلاك البشري، نظمت مدرسة سفير المعرفة للتعليم الحر في تراغن محاضرة توعوية في قاعة النخيل ألقاها رئيس الجهاز على تلاميذ وأمهات أطفال المدرسة. محاضرة لتلاميذ وأمهات مدرسة سفير المعرفة عن المواد المنتهية الصلاحية والمواد الفاسدة، وذلك من خلال ما تم من قبل رجال الحرس البلدي في الآونة الأخيرة والتنبيه على أن هناك مواد فاسدة ومواد منتهية الصلاحية تباع في المحلات داخل البلدية. الهدف منها ترشيد الأطفال وأمهاتهم حول مخاطر المواد الغذائية التالفة وأهم الطرق لمعرفة المواد من حيث الصلاحية وطرق التعامل مع المواد الفاسدة عند اكتشافها وأهمية التبليغ عنها للجهات المعنية. وإحنا كدورنا رجال حرس البلدي قمنا بتوعيتهم على المخاطر الصحية والمواد الغذائية اللي يتناولها فيها الأطفال. ما ميز المحاضرة التفاعل الإيجابي من الأطفال وأمهاتهم وتعطش الجميع للمعرفة من أجل الإثراء الثقافي حول المواد الغذائية وتأثيرها في حال فسادها أو انتهاء الصلاحية. تعلمنا حاجات كويسة، قصدي باش نعلموها لأولادنا، ويعني استفدنا حاجات واجدة اللي هي كيف لما ناخذوا الحاجات ونشروهم كيف نعرفوا الصلاحية ونعرفوا ان الحاجة هذه تكون مزبوطة ولا لا، يعني وتعلمنا حاجات ياسر الحق، يعني زي المواد الغذائية. شكرا الحرس البلدي وشكرا للمدرسة. تكريم لجهاز الحرس البلدي دراغن تمثل في شهادة تكريم قدمت من إدارة المدرسة كان اختتام المحاضرة.